الكلام بقى ما بقاش قد ما بقيناش قادرين نهضروا، ما بقيناش قادرين نهضروا، لان هذا الشيء اللي حنا فيه راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه ولادنا ضاعوا بزاف، ضاعوا بزاف. حنا ماشي ضد الاستاذ، حنا مع الاستاذ، حنا بغينا الحكومه الوزير بن موسى يدير شي حل لهاد الاساتذه باش ولادنا حنايا يكونوا ما يضيعوش. ولادنا راه ما عندناش جهد حنا باش يمشيو للبريفي، راه ما عندناش جهد حنا ولادنا يمشيو للبريفي. راه كاين اللي ما قاريش مسكين وتيدير ولادو مراجعه وما عندوش، وبنان تيتقاتل على وليداته. ونجيو دابا كورونا، كورونا اللي جا فيها المرض وجا فيها هذا، وبنادم كان تيقرا شويه عن بعد، ودابا ما كاينش قرايه كاع. دخلنا في 15 تسعود، حنا اصلا كان عندنا مشكل من دراستنا ديجا، يعني عندنا المشكل انها اقسام ما عندناش، عندنا 8 الاقسام 1400 تلميذ، وتصوروا 1400 تلميذ على 8 الاقسام اشنو يوقع؟ دايرين لنا الصيغه الثلاثيه تيقراو ثلاثه السوايع كلها فرنسي وعربيه، يعني هذا الضيع الاول جا الاضراب، الضيع الثاني يعني وليداتنا كي دايرين تيقراو ساعه ونص عربيه وساعه ونص فرنسي، جا الاضراب ديال الاساتذه. حنا ماشي ضد الاساتذه، حنا معاهم، حنا الاستاذ هو اللي تيبني المجتمع، الاستاذ هو اللي قرر الوزير، الاستاذ هو اللي قرر المهندس، الاستاذ هو اللي قرر كل شيء. حيت الوضعيه ديال الاستاذ الا تحسنت يتحسن حتى ولدنا، ولادنا يتحسنوا، ولادنا يزيدوا لقدام. حنا هذوك وليدات هما الاستثمار ديالنا، حنا الاب تيمشي ضرب تماره من الصباح حتى العشيه، علاش؟ على ذاك الولد ولا ديك البنت باش تقرا، تيقول عندي وليدات تيقراو، الام تتنوض الصباح تتنوض لوليداتها، تتنوض وليداتها وتديهم المدرسه على ذوك الوليدات، علاش؟ ما تتبغيهمش يضربوا التماره اللي ضربنا، ما بغيناش وليداتنا يضيعوا، ما بغيناش ولادنا وليداتنا ما يكون عندهم واحد اش نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ولادنا ضاعوا بزاف، ولادنا ضاعوا، كورونا بدات وكملت الاضرابات، راه لا حول ولا قوه الا بالله. بغينا وليداتنا يكون مستقبلهم زوين، بغينا وليداتنا حنا حنا الخدمه ولا الرزق بيد الله، ولكن الا قراو تيكونوا واعيين، تيسيروا المجتمع، ماشي ولادنا ما يقراوش. تنترجاو، تنطلبوه، تنطلبوا كشاكي بن موسى، شوف من حالنا وشوف من حال الامهات، شوف من حال الاباء اللي ضاربين تماره على وليداتهم، راه استثمار وليداتهم هذوك، راه استثمار عندهم. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه حنا تنطلبوا في حقنا، راه التعليم انتوما تتقولوا حق جميع، الصحة والتعليم، وإلا ما كانش التعليم ما تكون لا صحة لا حاجة. الله يجازيكم بخير. واخا ما كتشوفش أن الوليدات اللي عندهم امتحانات يضيعوا بزاف. هذه هي الطامة الكبرى، هذه طامة كبرى، لأن عندنا السادس والتاسعة وبرومية الأولى أولى باك والثانية باك، مع من تيدوزوا؟ تيدوزوا مع مالين بريفي. مالين بريفي دابا تيقراو، وليداتنا ما تيقراوش. واش كاين تكافؤ الفرص؟ ما كاينش، ما كاينش. وليداتنا شنو؟ دابا على الأقل يكونوا دايرين الفروض ديال الدورة الأولى. حنا بنتي أنا ليكونومي ما الدفتر ما فيه حتى حاجة. تنقول لها تحفظي، تقول لي اش بنحفظ؟ اش بنقرا؟ يعني ما يمكنش حنايا راه نجبدوا من اليوتيوب، ولكن الأستاذ ما عرفناش من درس يبدا، ما عرفناش أي. تنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واش هاد الوليدات ملي ما ينجحش ينجح بعشره بالباك ما يمشيش مدرسه تقبلو؟ اي ضيع، تيولي ضيع. ليستيه ليستيه اللي كانوا الناس الوليدات تيمشيو ليها ولات ب 11 12 13. واش هاد الوليدات؟ واش الجهاوي هو الاساس ديال الدراري؟ واش يضيع ولا ما يضيعش؟ ودابا على الاقل يكون واحد جوج دروس تقراو على الاقل. دابا حتى درس ما مقري ملي يبداو ليهم شنو. حنا ماشي ضد الاستاذ، حنا مع الاستاذ. المشكل ديالنا هو التعليم، الاضرابات، الاضرابات اللي ملي بدا شهر 10 بعدا بالضبط، وحنا الاساتذه في الاضرابات والغياب، والدراري دائما في الدار، القرايه لا والو. هذا هو المشكل ديالنا. واخا كيفاش كتشوفوا المشكل؟ الاساتذه واش ضايعين؟ واش
ماشي ضايعين، ضايعين بزاف يعني باش الدراري يمشي مدرسه ويقرا ويتطور ويتحس المستوى ديالو على حسب السنه الدراسيه فاش هو كيقرا ويجلس في الدار، يعني فين غيكون التطور باش غادي يكمل داك العام. وبالخصوص دابا اللي عندهم امتحانات، يعني بالنسبه اللي عنده الجهوي والباك، يعني كيفاش غادي يدوز داك الجهوي وداك الباك؟ واش ملي غادي يعني نقدروا نقولوا اللي كيقراو في المدارس الخاصه راه كيقراو، ملي غيمشيو يدوزوا بجوج ولا باك مدارس خاصه بريفي وعمومي، واش غيكون واحد التوازن بيناتهم؟ ما يكونش من طبيعه الحال. هذيك الشيء كنتمناو، كنتمناو يديروا لنا شي حل، كنتمناو يديروا هذا الحل الاساتذه يرضيوهم باش هما يرضيو لنا الدراري ويوصلوا لنا حتى حنايا. يعني كيف ما ذكرتي انه الكلام اللي عندهم امتحانات اشاديه، واش كتشوف انها تقدر تزاد نسبه السقوط السنه هذه؟ ولا بقى الوضع هكا راه من طبيعه الحال، الا بقى الوضع هكا راه من طبيعه الحال غيكون، لان واش غيرحموهم؟ واش غيعقلوا عليهم في الامتحانات؟ غيتسهلوا معاهم؟ يعني ما غيعقلوش عليهم، الامتحان كما كان غيتحط، ما غيقولوش لحقاتك راه كانوا الاضرابات غنسهلوا معاهم، ما غيعقلوش عليهم. لذلك غادي ضروري غيكون السقوط، لان الدري ما قراش ما فاهمش، وشحال من درس ما كتبوش، كيفاش غادي وما فاهموش اصلا، كيفاش غادي يمشي يدوز في الامتحان؟ كيفاش غادي يعطي في الامتحان؟ اش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مسؤولين شن مسؤولين كنطلبوهم حتى هما يديروا لنا شي حل مع الاساتذه، يحيدوا هذا المشكل ونطلبوهم، نطلبوهم ان شاء الله يديروا لنا شي حل اذا كان ممكن. يعني راه ما كنطلبوا حتى حاجه، كنطلب نوع حقنا، حقنا في التعليم، التعليم يعني راه حق، ملي كنا صغار وحنا كنسمعوا باللي التعليم حق، وعلى هذه القبه ملي كنشوفوا يعني ما بقى لا حق لا والو، ما كاين والو، يعني هادشي كله غير هضره.